أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في جزء جديد من الإحصاء. كنا تطرقنا في الجزء السابق إلى مقاييس التشتت، وتطرقنا إلى أحد أنواع هذه المقاييس وهو المدى، وقلنا إن المدى هو عبارة عن الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة، وخدنا أمثلة وشفنا إن كان في مفردة القيم بتاعتها المدى بتاعها أصغر من المفردة أو من المدى المجموعة الثانية، فشفنا إن المدى اللي بيبقى أكبر يبقى المجموعة دي بتبقى أكثر تشتتا. النهاردة هناخد المقياس الثاني من مقاييس التشتت وهو الانحراف المعياري، والانحراف المعياري دوت بيبقى أكثر دقة من المدى، يبقى أكثر دقة وشمولية لأنه بيعتمد على جميع مفردات العينة بتاعتنا. وتعالوا نعرف الانحراف المعياري مع بعض. الانحراف المعياري هو أهم وأدق مقاييس وأوسعها انتشارا، ويمكن حسابه عن طريق أخذ الجذر التربيعي الموجب. احنا بنرمز للانحراف المعياري بالرمز اللي هو دوت، بص كده معايا، ادي الرمز ده، وبنسمي الرمز ده بنقول عليه سيجما، بنقول عليه سيجما. اول حاجة هناخدها دلوقتي حساب الانحراف المعياري لمجموعة من المفردات، يبقى حساب الانحراف المعياري لمجموعة من المفردات. وزي ما قلنا ان الانحراف المعياري هو باخذ الجذر التربيعي الموجب لمتوسطات مربعات انحرافات القيم. هنكتب الكلام ده ونترجمه بالطريقة الرياضية، يبقى اذا يمكن حسابه باخذ الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. وزي ما قلنا ان هو برمز له بالرمز سيجما. وتعالى بقى دلوقتي نكتب القانون بتاعنا اللي هنشتغل عليه الانحراف المعياري اللي هو بنرمز له بالرمز سيجما. الانحراف المعياري ده بيساوي ايه؟ بيساوي الجذر التربيعي لمتوسطات مجموع مربعات الفرق من متوسط القيم عن وسطها الحسابي. القيم عن وسطها الحسابي يعني س ناقص س بار الكل تربيع على عددها، كل ده تحت الجذر التربيعي، حيث س هنا اهوت اهي، هنوضح برضو س دي مفردة من المفردات، س بار ده الوسط الحسابي، نون اللي هي عدد مفردات العينة، مج ديت اللي هي عملية الجمع. وطبعا زي ما انتوا اتعودتوا معانا الكلام ده مش هيبقى واضح ومفهوم بالنسبة لك غير من خلال تطبيق عملي ومثال يوضح لينا كيفية حساب الانحراف المعياري. عشان كده هنيجي نقول المثال الاولاني يوضح لنا ازاي. بيقول لي المثال احسب الانحراف المعياري لمجموعة من القيم 8 9 7 6 5. طبعا اول حاجة ان هو عشان احسب الانحراف المعياري زي ما احنا عارفين
لو انا حطيت القانون قدامي هقول ان هو الجذر التربيعي، يبقى اهو بص كده سيجما بيساوي الجذر التربيعي س ناقص س بار الكل تربيع، كل ده مقسوم على نون. انا لو جيت بصيت يبقى انا كل اللي محتاجه دلوقتي محتاج اجيب س بار الوسط الحسابي اول حاجه، يبقى عشان كده هو هنبدا نكون جدول يوضح ليا الفرق بين ما هذه المفردات عن وسطها الحسابي، ونجيب مربعاتها ونبدا نعوض بعد كده في القانون بتاعنا دوت. عشان كده هو انا هعمل جدول الجدول دوت هكتب هنا اهو فيه هنا س، وهكتب القيم اللي عندي فيه 8 و9 و7 و6 و5. طيب هنبدأ نشوف مع بعض كده اهو الخانة التانية، هجيب س ناقص س بار. يبقى أول حاجة هنجيب الوسط الحسابي، مجموع هذه القيم على عددها، يبقى هنقول له هنا هو ان س بار بتساوي مجموع القيم، يعني مجموع س على نون. يبقى في هذه الحالة هنجمع القيم 8 زائد 9 زائد 7 زائد 6 زائد 5. 8 زائد 9 زائد 7 زائد، طيب نكتبها في صفحة تانية عشان تبقى أوضح. بص كده معايا، هنقول هنا يبقى س بار هتساوي 8 زائد 9 زائد 7 زائد 6 زائد 5. كل ده هنقسمه على عددهم اللي هم عددهم 5، هيساوي 8 و9 17 و7 24 24 و6 30 و5 35 على الخمسة يبقى بيساوي 7. كده أنا جبت الوسط الحسابي، أقدر دلوقتي أجيب دلوقتي الفرق بين مفردات هذه القيم عن وسطها الحسابي اللي هو بيساوي 7. هنبدأ نعمل جدول. الجدول هنا مكون من ادي الخانة الأولانية هحط فيه قيم س بتاعتي، الخانة التانية هحط فيه س ناقص س بار، الخانة التالتة هحط فيه مربع الفرق دوت س بار، كل ده الكل تربيع. يبقى على طول كده هو هنبدأ نقول ان س عندي هنا القيم بتاعتي كانت 8 و9 و7 و6 و5. طبعا س ناقص س بار يعني 8 ناقص 7 ده بيساوي 1، 9 ناقص 7 ده بيساوي 2، 7 ناقص 7 ده بيساوي 0، 6 ناقص 7 ده بيساوي سالب 1، 5 ناقص 7 ده بيساوي سالب 2. نربع الكلام ده كله، القيم اللي طلعت لي مربع الواحد يبقى 1، مربع الاثنين يبقى 4، مربع الصفر يبقى 0، مربع سالب 1 يبقى 1، مربع الاثنين يبقى بيساوي 4. انا جبت الكلام ده كله، يبقى مطلوب مني دلوقتي ان انا اجيب مجموع هذه القيم. يبقى هجمع القيم دي عشان اجيب مج س ناقص س بار الكل تربيع. المجموع هنا 1 و4 و1 و4 يبقى بيساوي 10. يبقى على طول ابدا دلوقتي اكتب القانون بتاعي، هقول والله القانون بتاعي الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيعي ليه؟ للجذر التربيعي لمربعات او للجذر التربيعي الموجب لمتوسطات مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. يبقى مج في س ناقص س بار الكل تربيع على نون. انا هنا الجذر التربيعي مج س ناقص س بار الكل تربيع ده طلع بيساوي 10، ونون عددهم هنا 5، يبقى ده بيساوي الجذر التربيعي لاتنين، يعني تقريبا بيساوي 1.4. كده شفنا ازاي بحسب الانحراف المعياري لمجموعة من القيم. طب لو جاب لك الانحراف المعياري المعياري لتوزيع متكرر هنعمل ايه؟ هل هيبقى نفس الجدول نفس الخطوات؟ تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي.
يبقى هناخد دلوقتي الانحراف المعياري او حساب الانحراف المعياري لتوزيع متكرر. برضو هنا لتوزيع متكرر هيكون الانحراف المعياري بتاعي هيبقى سيجما في الجذر التربيعي برضو لمجموع مربعات فروع هذه القيم عن وسطها الحسابي، بس هنا مضروب في كاف اللي هي في التكرارات، تكرارات القيم او تكرارات المجموعة على مجموع هذه التكرارات. يبقى في كاف اللي هي تكرار المجموع القيمة او المجموعة على مجموع هذه التكرارات. يبقى انا كده برضو بجيب الوسط الحسابي بتاعي. هنا هنقول ان الوسط الحسابي في هذه الحالة هيساوي مجموع حاصل ضرب س في كاف على مج كاف. طيب نشوف الكلام ده من خلال مثال توضيحي يوضح لنا الكلام دوت عشان نطبق عليه بطريقة عملية. هنا سؤال بيقول لي الجدول الآتي هناخد دلوقتي حساب الانحراف المعياري لتوزيع تكراري بسيط. هنا مثال بيقول لي الجدول الآتي يبين لتوزيع تكراري بسيط. يبين توزيع 20 شخصا لتوزيع أعمار 20 شخصا بالسنين، ومديني جدول بيقول لي هنا العمر، عدد الأشخاص، بيقول لي اللي عمره كان 15 سنة عدد الأشخاص 2، لما كانوا 20 سنة عدد الأشخاص 3، لما كانوا 22 سنة كانوا 5، لما كانوا 23 سنة عددهم كانوا 5 برضو، لما كانوا 25 عددهم كان 1 أو اللي موجود منهم 1، لما كانوا 30 اللي موجود عدد الأشخاص منه 4. يبقى المجموع هنا هوت هذه العينة هيساوي 20 شخص. بيقول لي اوجد الانحراف، اوجد الانحراف المعياري للأعمار. يبقى أول حاجة هنعملها هنا هوت من خلال الجزء اللي قدامنا ده إن أنا هجيب الوسط الحسابي. زي ما احنا عارفين إن الانحراف المعياري بيعتمد على الوسط الحسابي، يبقى أنا هشتغل على إن أنا أجيب الوسط الحسابي لمجموع هذه القيم. يبقى أول حاجة هنعملها هنبدأ نحل بقى دلوقتي مع بعض. زي ما اتعلمنا هنشوف الوسط الحسابي، هنقول إن الوسط الحسابي، الوسط الحسابي هيساوي زي ما قلنا اللي هو س بار، هيساوي مجموع س في كاف على نون. طيب نجيبه ازاي الوسط الحسابي دوت؟ نبدا نبص كده مع بعض. يبقى هعمل جدول، الجدول ده مكون من 3 خانات. الخانه الاولانيه هكتب فيها قيم س، ونخلي بالنا الجدول الثاني هكتب فيه التكرارات اللي هو مدهاني،
الجدول التالي او الخانه الثالثه هعمل س في ك. طب انا كان مديني الاعمار بتاعتي كانت 15 20 22 23 25 و30، وهنا اخر حاجه هنكتب المجموع بتاعنا. طيب الاشخاص هنا كان ال 15 كان 2، هنا كانوا ال 20 كانوا 3، اللي سنهم 22 كانوا 5، واللي سنهم 23 برضو كانوا 5، واللي سنهم 25 كانوا 1، واللي سنهم 40 كانوا 30 كانوا 4. يبقى نبدأ نضرب مع بعض دلوقتي. هضرب س في ك. 15 في 2 هيدينا 30، 20 في 3 هيدينا 60، 22 في 5 هيدينا 110، 23 في 5 هيدينا 115، 25 في 1 هيدينا 25، 30 في 4 هيدينا 120. نجمع كل دولت مع بعض، 5 و 5 10 صفر ومعايا الواحد، ادي 5 6 7 10 يبقى 16. يبقى هنا اهوت على طول الناتج هيساوي 460. يبقى هذا الناتج هنا طلع 460 س. حاصل ضرب س في ك، اقدر اجيب الوسط الحسابي مجموع س في ك على ن. ادي مجموع س في ك اهو، يبقى على طول نقول له ان الوسط الحسابي اللي هي س بار هتساوي ايه؟ هتساوي 460 على عدد العين اللي هو 20، يبقى بيساوي 23 سنة. يبقى ده الوسط الحسابي للأعمار اللي هو مدهالي. لكن أنا لسه ما جبتش الانحراف المعياري، هعمل إيه عشان أجيب الانحراف المعياري؟ أيوه بالظبط كده. هنبدأ نشتغل بقى على التكرارات اللي عندي دي على طول. هقوم عامل جدول عشان أسهل على نفسي. الجدول ده برضو فيه خمس خانات. الخانة الأولانية هنكتب س، الخانة التانية هنكتب التكرارات اللي هي ك، الخانة التالتة هنعمل س ناقص س بار، اللي بعدها هنعمل س ناقص س بار بس الكل ايه؟ تربيع، وبعد كده نضربها في ك عشان نقدر نعوض في القانون بتاعنا. يبقى س ناقص س بار الكل تربيع مضروبه في الكاف. نبدا نحط القيم بتاعتنا. س كانت ب 15 و20 او القيم اللي عندي، و22 و23 و25 و30، وكانت التكرارات عندي هنا 2 و3 و5 و5 و1 و4. طيب نبدا عندي هنا اهوت، احنا جبنا ان هنا اهوت عندي الوسط الحسابي ب 23، يبقى س ناقص س بار يبقى هو 15 ناقص 23، ممكن ما نكتبهاش ونعوض على طول، ناقص ال 23 هيدينا سالب 8، 20 ناقص 23 هيدينا سالب 3، 22 ناقص 23 هيدينا سالب 1، 23 ناقص 23 هيدينا 0، 25 ناقص 23 يديني 2، 30 ناقص 23 ده هيديني بيساوي 7. نبدأ نربع الكلام ده كله. سالب 8 تربيع هيبقى يديني 64، سالب 3 تربيع يديني 9، سالب 1 تربيع يدينا 1، 0 تربيع يدينا 0، 2 تربيع هيديني 4، 7 تربيع هيدينا 49. متنساش ان انا عندي كاف هنا كلها ب 20، وده المجموع عشان هو ده اللي هنشتغل من خلاله. ابدا اضرب بقى س ناقص س بار الكل تربيع، اضربها في مين؟ في كاف. يبقى الاثنين دولت هما اللي هيتضربوا في بعض، يبقى هضرب 2 في 64 ده هيديني 128، 3 في 9 ب 27، 5 في 1 ب 5، 5 في 0 بصفر، 1 في 4 ب 4، 4 في 49 ب 196. يبقى في الحالة ديت مجموع 128 و27، 6 و4 10 و5
وادي 15 و5 يبقى 20، يبقى هنا 30. صفر معايا الواحد هيبقى هنا اهوت عندي 360، يبقى الناتج هنا يطلع 360. يبقى على طول ابدا دلوقتي، جبت س ناقص س بار لكل تربيع في ك، ابدا اجيب الانحراف المعياري واطبق القانون. وكان القانون بتاع الانحراف المعياري لهذه التكرارات سيجما بيساوي الجذر التربيعي لمجموع س ناقص س بار لكل تربيع مضروبه في ك اللي احنا جبناها في الاخر على مجموع هذه التكرارات اللي هو ك. يبقى الناتج بيساوي الجذر التربيعي ل 360 على مجموع التكرارات اللي هو 20. يبقى الناتج بيساوي 36 على 2، الصفر اختزلناه مع الصفر، 36 يبقى جذر 18، وال 18 عارفين ان هي 9 في 2 يبقى 3 جذر 2، يبقى هنا الناتج هيطلع 3 جذر 2، يعني تقريبا جذر الاثنين قلنا 1/4، يبقى الناتج هيساوي 4.2 سنة تقريبا. طيب ده كان بالنسبة للانحراف المعياري لتوزيع تكراري بسيط. طب لو جاب لي بقى مجموعة من القيم التكرارية ولكن مش تكراري بسيط، لا جدول توزيع تكراري زي مجموعات، نعملها ازاي ونجيبها ازاي؟ تعالوا نبص مع بعض ونشوف كده هوت كيفية حساب هذه الطريقة. هناخد دلوقتي حساب الانحراف المعياري لتوزيع زي مجموعات. بص كده معايا بيقول لك ايه، بيقول لك فيما يلي، هنوضح من خلال مثال. بيقول لي فيما يلي التوزيع التكراري للحافز الأسبوعي لعدد 100 عامل في أحد المصانع، ومديني جدول هنا بيقول لي العمر وهنا عدد الأشخاص. هنا كان 35، 45، 55، 65، 75، 85، وهنا كانت التكرارات 10، 14، 20، 28، 20، وهنا 8. وبيقول لي اوجد الانحراف المعياري. اوجد الانحراف، اوجد الانحراف المعياري. طيب نبص مع بعض، لازم نخلي بالنا هنا من حاجة، من مركز المجموعة اللي هو خمسة بين الخمسة وتلاتين وخمسة واربعين، اللي هو عبارة عن الحد الأدنى زائد الحد الأعلى على 2 عشان نقدر نشتغل في هذا الجدول التكراري زي المجموعات. يبقى أول حاجة لابد إن احنا نعملها هنا هوت إن أنا أوجد الوسط الحسابي. يبقى أول حاجة هنقول هنعمل جدول عشان نوجد الوسط الحسابي بتاعنا، والجدول زي ما احنا عارفين، بص كده معايا، الخانة الأولانية هيبقى فيها القيم بتاعتي اللي هي المجموعات اللي هي كام مدهاني، خلي بالك هنا بقى معايا اللي هي 35، 45، 55، 65، 75، 85، وهنزود هنا خانة المجموع. لما انا جبت المجموعات اللي عندي دي هجيب هنا مركز المجموعة اللي هو السين، يبقى بجيب هنا السين اللي هي مركز المجموعة،
بجمع 35 زائد 45 واقسمهم على 2، 35 و45 يبقى 80 على 2 هيديني 40، 45 و55 هيديني 100، يبقى الناتج هيساوي 50، 55 و65 110 يبقى 120، يبقى الناتج هيديني 60، 65 و75 هيديني 140، يبقى على 2 يديني 70، و75 و85 هيديني 160، يبقى هنا 80، بالتالي هنا هيبقى 90. لاحظ هنا برضو ان الفرق بين كل فئة وفئة ان هو 10، وبرضو هنا في مركز المجموعة الفرق بين كل عدد وعدد هنا هيساوي 10. يبقى انا حافظت على الفروقات برضو. هنا التكرارات اللي موجودة عندي في الجدول اللي هي كاف، كان هنا مديني هنا 10، وهنا 40، وهنا لا مش 40، هنا 14، هنا كان 14، التكرارات كانت 14، هنا بعد كده كانت 20، هنا كانت 28، هنا كانت 20، وهنا كانت 8، اللي هي مجموعهم لابد ان احنا نوجد مجموعهم اللي هو بيساوي 100. بعد كده بجيب س في كاف، زي ما احنا عارفين هجيب س في كاف، يبقى هضرب الس في الكاف عشان نقدر نشغل. 40 في 10 هيساوي 400، 50 في 14 يبقى 5 في 24 يبقى هيساوي 700، 60 في 20 هيساوي 1200، 70 في 28 هيساوي 1960، 80 في 20 هيساوي 1600، 90 في 8 هيساوي 720. مجموع حاصل ضرب س في ك، نجمع القيم، يبقى هنا 0، يبقى هنا 8، و4 و7 11، و2 13، و9 22، 22 و6 28، و7 يبقى 35، يبقى هنا 65. يبقى ادي كده جبنا مجموع س في ك. يبقى اقدر اجيب الوسط الحسابي، يبقى هقول له ان الوسط الحسابي اللي هو س بار هيساوي مجموع حاصل ضرب س في ك على مجموع هذه التكرارات اللي هو بيساوي 6580 مقسوم على هذه التكرارات اللي هو بيساوي 100. يبقى في هذه الحالة الوسط الحسابي بيساوي 65.8 جنيه. كده أنا جبت الوسط الحسابي، لكن لسه ما جبتش الانحراف المعياري اللي هو طالبه مني، وبناء عليه هبدأ أشتغل دلوقتي وأجيب الانحراف المعياري. يبقى كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هكون الجدول بتاعي بتاع الانحراف المعياري. الجدول مكون من بكتب السين وبكتب التكرارات، يبقى زي ما خلاص عرفنا كده بيكون من كام خانة، بيكون من 5 خانات. الخانة الاولانية ببقى كاتب فيها السين، الخانة التانية بكتب فيها التكرارات، الخانة التالتة بكتب فيها سين ناقص سين بار، وبعد كده بقول س ناقص س بار الكل تربيع، والخانة الأخرانية هتبقى س ناقص س بار الكل تربيع مضروبة في الكاف. يبقى في الحالة دي هنبدأ نكتب، هنا كانت 35، 45، 55، 65، 75، 85، ودي كانت نهاية الجدول بتاعنا. وهنا عشان نكتب المجموع ونكتب التكرارات اللي كانت موجودة معايا، هنا كان 40، 50، 60، 70، 80، 90، وكان العدد الكلي اللي هو بيساوي 100. س ناقص س بار هنبدأ نطرح. أنا طلعت هنا هو الوسط الحسابي بتاعنا 65.8، يبقى نبدأ نطرح. هنا هو عندي هقول هنا هو 40 اللي هي س ناقص س اللي هي قيم س بتاعتي اللي هي 40، دي هتبقى الس، دي الس ديت هنا س اللي هي 40 اللي احنا جبناها. نبدأ نعوض دلوقتي اللي هي مركز المجموعة،
هتبقى هنا هو س ناقص س بار، س بار اللي هي الوسط الحساب اللي احنا طلعناه اللي هو 65.8، يبقى في هذه الحالة على طول هنقول هنا 40 ناقص 65.8 هتبقى 25.8، 50 ناقص 65.8 هتبقى 15.8، 60 ناقص 65.8 هتبقى 5.8، 70 ناقص 65.8 هتبقى 4.2، 80 ناقص 65.8 هتبقى 14.2، 90 ناقص 65.8 هتبقى 24.2، يبقى على طول هقول له س ناقص س بار، نبدأ نربع القيم ديت، يبقى 25.8 مربعها هيبقى 665.64، مربع 15.8 هيبقى 249.64، 5.8 تربيع يبقى 33.46، 40.2 مربعها هيبقى 17.64، 14.2 هيبقى 201.64، 24.2 تبقى 585.64، نبدأ نضرب بقى الكلام ده مضروب في التكرارات في كاف اللي عندي اللي هي جبناه اللي كان مدهاني 10 و14 و20 و28 و20 و8. طبعا احنا هنا ما كتبناش كاف، واحنا ممكن هنا هوت نكتب قيم كاف هنا هوت، كاف هنا هوت الرقم ده هيتضرب في كاف اهي، ممكن نحطها في الاخر هنا هوت، هنقول كاف هنا هوت كانت عندي هنا اهو ب10، يبقى القيمه دي هضربها في 10، بعد كده 14، بعد كده 20، بعد كده 28، بعد كده 20، بعد كده 8، يبقى على طول اضرب ده في 10، الناتج هيديني هنا اهوت 6.6564، يبقى 6656.4، اضرب 249.64 في 14 الناتج هيطلع 3449.69، اضرب 33.64 هضربها في 20 هيديني 672.8، 17.64 اضربها في 28 هيديني 493.92، 241.6 هضربها في 20 هيديني 4032.8، 585.64 اضربها في 8 هيديني 4685.12، نجمع هذه التكرارات كلها الناتج هيطلع معايا 20,036، يبقى إذا في هذه الحالة نقدر نجيب التكرار الانحراف المعياري بتاعي، هنقول إن الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق س ناقص س بار لكل تربيع مضروبة في كاف على مجموع هذه التكرارات اللي هو كاف، يبقى بيساوي 20,036 على 100، وما تنساش ان كل الكلام ده تحت الجذر التربيعي، هنجد ان الناتج بيساوي 14.15 جنيه، يبقى كده جبنا قيمة الانحراف المعياري اللي هو طلبه مني. هنلاحظ هنا هو ان دايما الانحراف المعياري بيتأثر بكافة القيم، ما بيتأثرش فقط بالقيمتين الصغرى والكبرى زي المدى، عشان كده احنا قلنا ان الانحراف المعياري هو اكثر دقة واكثر استخداما في مقاييس التشتت. دايما الانحراف المعياري له وحدة المقياس المستخدمة في على حسب البيانات المعطاة، سواء كان بالجنيه سواء كان بالكيلو جرام كان بالكيلو متر، على حسب المقياس اللي احنا بنقيسه، وده بيبقى اكثر تجانسا واقل تشتتا عن البقية الاخرى. اعزائي وصلنا معاكم لنهاية الجزء دوت، بنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
you